مشاهدي ام تي في، مرحبا بكم في حلقة جديدة من بيروت اليوم، حيث يسرني أن أستضيف الكاتب السياسي الأستاذ علي حمادي، ومعه سوف نتطرق إلى الملفات الآتية. بماذا تختلف الوثيقة الأثرية الجديدة عن الوثائق القديمة؟ وبماذا يختلف المجلس الوطني المنوي إنشاؤه عن الأمانة العامة؟ حزب الله يسأل المستقبل، لماذا يستمر الحوار؟ فهل يذهب كل فريق في حال سبيله؟ كيف قرأ فريق 14 من أذار كلام كيري حول استعداد واشنطن بالتفاوض مع الأسد؟ أهلا وسهلا فيك. شكرا. ملفت دسمي مثل ما ملاحظ. أوف شي بخوف. بماذا تختلف هذه الوثيقة؟ هل لأنه مثلا رقم 10 سنين أنه لازم نقدم شيء مختلف؟ ليك، إذا بدك تطلع بالمضمون فيك تختصر الوثيقة بالحدث الذي رافق أو تزامن مع هذه الوثيقة، هو القرار بإنشاء المجلس الوطني لقوى 14 أذار. الوثيقة ما فيها أفكار جديدة بمعنى شيء ما قلناه سابقاً، ما في شيء ما قلناه حول العيش المشترك أو التعايش إذا بدك، ما في شيء حول جديد حول ما يتعلق بالهدف بحماية الدولة، محاولة الدفع باتجاه تقوية الدولة بموضوع التوازنات في البلد، توازن في البلد، بموضوع التعددية، بموضوع الحريات، بموضوع الاستقلال، بموضوع النقي بالنفس أو الخروج من لعبة المحاور أو حماية لبنان من لعبة المحاور في المنطقة. هيدا سبق وقلناه. شيء جديد إذا بدك هو هذا الموضوع المتعلق بالمجلس الوطني. المجلس الوطني كمان مش جديد. لا، هيدا سبق وحكينا. محاولات قديمة. نعم. بقت بالفشل. بس هو شيء جديد إنه استطعنا أن نتخذ القرار الجماعي من دون أي اعتراض من أي فريق حول النية بهذا التأسيس. في شجاعة وفي برأيك بالأقدام ولا مجرد ديكور؟ لا لا لا، مش قصة شجاعة. أولا هو لأنه لحقيقة هلأ الكتائب والقوات، نعم، بأوساط اللي بتنقلها الصحف عنهم بيظهروا عدم رغبة كبيرة فيه. اللي بتستغربوا هو إنه اللي عم نسمعه واللي سمعناه نحن بجلسات المغلقة مع الكتاب ومع القوات مع تيار المستقبل مع كل القوى، يعني خصوصا الكبار، يعني القوى الكبيرة وأيضا حزب الوطنيين الأحرار وغيرهم، إنه لا، أصبحوا على يقين بأنه في مشكلة ما بين 14 أذار وهذا الكم الكبير والكم النوعي الكبير من المنضوين في 14 أذار بشكل مستقل. في ناس منضمين، في ناس هن الرأي العام ل 14 أذار، وهيدا اللي سمعناه أيضا خلال هذا الاجتماع. يعني والله يا ريتك كنت موجود لتسمع الانتقادات اللي كانت لاذعة وقاسية بحق قوى 14 أذار والأحزاب، أنه نحن ما عم نحس أنه إنا دخل، ما عم نحس أن نحن نشارك. كان في انتقادات من القاعدة، وهي منا قاعدة بمعنى قاعدة شعبية بالكم، هيدي مثقفين، أصحاب مهن، شخصيات مؤثرة في مجتمعاتها، مؤثرة في مهنة، مؤثرة في محيطها، وكان كلام كبير حول هذا الموضوع. تقديري انه الاحزاب فهمت انه ما فيها هي ان تقرن التمثيل وحده بنفسها، رح تقبل ما فيها تختصر التمثيل بنفسها. برايك رح تقبل انه يصبح لهؤلاء قرار يحتاج الى اقناع؟ يعني عن تشكيل كل حكومه كنت عم بتشوف، عند كل استحقاق كنت عم بتشوف انه بيصير في تنافس بين الاحزاب على المقاعد الوزاريه، على المقاعد النيابيه. قد ما بدك. طيب، رح يقبلوا بمرشح جديد ينازعهم على ما يمكن ان يعتبروه لهم؟ اولا مجبورين على اعتبار انه 14 اذار هي حاله، هي تيار واسع عابر للطوائف، هي حاله وجدانيه ايضا عند اللبنانيين. 14 أذار منه زر بتحطه على الجاكيت وصرت 14 أذار. 14 أذار
قد يكون كتير ناس بيعتبروا حالهم أنه لنهم 8 ولنهم 14 مثلا وإني عمليا 14. كل إنسان بالنسبة لنا كل إنسان تيار عابر للطوائف أستاذ علي؟ إيه؟ منه عابر للطوائف؟ ليش منه عابر للطوائف؟ خلينا نقول أستاذ وليد جملاط تعتبره ب 14 أدار وما يمثل أكيد. ومن يمثل؟ إيه أكيد أنت بتعتبره هو بيعتبر حاله طيب؟ بالعمق إيه؟ بياخذ المواقف آخذا بالاعتبار باللعبة السياسية يأخذ في الاعتبار التوازنات الأمنية والتوازنات السياسية ومحاولته لتحييد الطائفة الدرزية عن إشكالية أمنية كبيرة ممكن أن تحصل على غرار ما حصل في السابق. أما تقلي القاعدة الدرزية التي تنتخب التي تقف وراء ولي جملاط هي قاعدة بعمقة الوجداني والسياسي والأخلاقي وبكل بعاطفته هي ب 14. ولي جملاط شو عم بيقول ولي جملاط عكس 14 أزار؟ ما عم بيقول شيء عكس، عم بيقول أنا ظهرت من الـ من الـ من الإطار التنظيمي من 14 أزار، هو عمليا منه برات 14 أزار. ما راح من بعدها بال 2009 على سوريا؟ إيه راح، وما عمل بعدين رحلاته المكوكية رويح جاية بمواقف وبعلاقات مع حزب الله مقدم فيها مصالح معينة واعتبارات معينة وعدم ثقة معين. قدم فيها ما يلي، قدم فيها محاولته لتجنيب الطائفة الدرزية دماء مع الطائفة الشيعية. يعني بالمختصر يعني معتبر صار 14 أدار معطى سني يجب أنه شيل منه الدروس. لا كيف معطى سني؟ كيف معتصني؟ عم بتقول عم بحيد، انا شلتها من كلامك. عم بحيد امنيا لانه كان الضغط الامني. نعم. وهيدا مش جديد عم نخترعه، انت بتعرفه اكثر مني كمان، الضغط الامني المباشر كان على الطائفه الدرزيه ومباشره على وليد جملاط ب 11 اذار، عفوا ب 11 ايار. بأيار 2008 صار في هجوم كبير على الجبل، هجوم منظم بالمدفعية على القرى، وصار في محاولة لاجتياح القرى الدرزية، دافعت عن نفسها بشرف. ليش صار هذا الهجوم؟ لأنه كانت الطائفة الدرزية على التماس المباشر. بس ليش لما تم غزوة بيروت، لما صار في غزوة بيروت من قبل حزب الله، بنفس الوقت هاجموا القرى بالجبل. اللي بتحمله بيروت ما بيحمله الجبل، الجبل ما بيحمل الشيء اللي بتحمله بيروت. ثانيا الطائفة الدرزية بتفوت بصدام، إذا فاتت بصدام مسلح مع جهة أخرى بلبنان بتفوت بصدام مسلح بينتهي ب 2000-3000 قتيل، ما بينتهي بضربة كاف أو بخطة أمنية عادية. هذه طائفة مقاتلة، طائفة مسالمة، لكنها عند الضغط الأمني والعسكري تصبح طائفة مقاتلة. أراد وليد جملاط أنه يحيدها، أنه يحيدها ويظهرها من طلعت يعني من حتمية دار. صدام دموي مع الطائفة الشيعية. عمليا طلعت من 14 أذار، عمليا نعم. عمليا بالإطار التنظيمي ظهر نعم. من 14 أذار لم يخاصم، هو ليس على خصام مع 14 أذار بالرغم من التصريحات، عدة تصريحات صرح فيها، بعض التمرئات أو إذا بدك تسريبات بيسربها بمجالسه، بينتقدهم الكل بينتقدوا بعضهم. يعني أنا شخصيا لا أعتبر وليد جملاط على خصومه مع 14 أذار، أعتبر هو خارج 14 أذار بالإطار التنظيمي، يعني لكنه إذا انتبهت، وهيدي شغلة مهمة لما ذكرت فيها، التحية الخاصة التي وجهها للبطريرك الماروني البطريرك الصفير يوم 14 أذار، لأنه وليد جملاط صانع 14 أذار، ما نضحك على بعض، لولا وليد جملاط ما في 14 أذار. ما هيدا هون السؤال بالتحديد رح وصلك يعني عليه، بس خليني كمل بس القصة. صار خارج 14 أذار، نعم. الشيعة اللي كانوا بالمنبر الديمقراطي ما صاروا خارج 14 كان أذار. وقتها بعدين صار ما سمي بالقوة الثالثة، نعم. وقتها الله يرحمه كان محرك الأساسي لإلها صديقك وصديقنا نصير الأسعد، نعم. تذكر ما هيك، بس صاروا نعم. خارج المعادلة. نص المسيحيين يلي على الأقل يلي كانوا مؤيدين للجنرال ميشيل عون ايضا خرجوا من 14 أدار، نعم. طيب كيف اول شيء بعده 14 أدار الجنرال عون احتفل ب 14 أدار واحتفل تبع 89، نعم، احتفل ب 14 أدار بحرب الالغاء، يعني لا هيدي اسمها التحرير، لا هيدي اولا الاحتفال ب 89 مع احترامنا للجنرال ميشيل عون، يعني الاحتفال بالصدام مع الاخرين،
لا هو بتحرير لبنان. لا 14 أدار شو تحرير لبنان. لبنان هجمنا على بورات الناس ما هيك الأحزاب والقوى وردوا علينا السوريين. لا مين أصف كلنا ردينا عليه. لا عفوا مش بس السوريين، نحن واجهنا جنرال عون أولا الحرب ما كانت انتهت، الحرب الأهلية أو الحرب اللبنانية ما كانت انتهت، واجهناه قاتلناه كل القوى اللي كانت بمواجهته قتلته عمليا يعني ما نحن ما بنستحي ما بنستحي بمواقعنا السابقه. نحن انتقلنا من مواقع فئويه ومواقع ميليشياويه اذا صح التعبير ومواقع القتال الاهلي الى موقع اللبناني اللي بدنا نحاول نلتقي فيه مع بعضنا. خرج منه الجنرال. نعم نحن واجهنا بعد الجنرال عون. بس انا لما جنرال عون بده يحتفل ب 14 اذار 89 هو حر، بس ال 14 اذار الحقيقيه اللي هي بتجمع بين اللبنانيين هي 14 اذار 2005 مش 89. 89 كانت عباره عن 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 صدام مسيحي 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 اسلامي قوى مسلحه فيت ببعضها. بس عمليا خرج الجنرال عون من 14 اذار 2005 من بعد ما كان في اطار 14 اذار يعني كان في هذا التجمع اللي بس هو هذا هو ساهم فيه. جمهور الجنرال عون كان موجود بساحه الشهداء. نعم بس خرجوا نص المسيحيين، خرجوا ثلاث ارباع الدروز. ان اي 14 اذار بعدكم حاملين اسمه؟ اولا الدروز ايضا اولا الدروز لم يخرجوا. نعم نحكي تنظيميا بالتنظيم. هذا اطار تنظيمي موجود اليوم. نعم. يختلف كثيرا عن روحية 14 أذار 2005. لا مش بروحيته، يختلف تنظيميا، بمعنى أنه الحزب الأساسي الممثل للطائفة الدرزية الذي يعني له الصفة التمثيلية الأوسع منه موجود فيها عاد تنظيميا. حتى الأقل يعني الحزب أكيد حزب السيس طلال أرسلين أيضا خير. عم نحكي تنظيميا. أنت عم تقول روحيته. لا روحيته ما ظهره. أنا يعني بتسمح لي خلفك هذا انا عم فلسفه 14 اذار 2005 الم تكن مشروع لبنان الجديد يلي يحضن الجميع؟ ايه طيب عندما بعده. عندما يعتبر مكون الدروز ضد الاحتضان الجميع. سؤال مش هيك. دروز ميثاقيين، دروز مع التعايش، دروز طووا صفحه الحرب وعملوا مصالحه مش تاريخيه برعايه البطريرك ووليد بيك. مش هذا السؤال. دروز نزلوا لتحرير لبنان سنه 2005 ما هيك؟ مش هذا السؤال. أي. السؤال السؤال انه طالما بعدهم لاقيين حالهم كمجموعه نعم. مش قادره التركيبه تحميها وتخليها تاخذ كل القرارات، لجأوا لحل خاص. لانه يعني معناتها فشل المشروع. انا يعني انا ليه صعب عليك؟ انا ماني ناطق بلسان وليد بيك جملة. لا حضرتك 14 بس انا بس انا كمان درزي، يعني انا بحكي كمان عن مناخ طائفتي. مناخ طائفتي ومزاج طائفتي هو مزاج 14. وليد بيك لما ظهر من 14 ما راح 8، اجا قال انا بدي اوقف بالنص وما بدي فوت بالدم، لانه كان الخيار شو هو؟ كان الخيار هو الدم. حزب الله يعني وضع الاخرين يعني تركيبه لبنان. لا وضع ما حميت الدروز. لا وتركيبه لبنان ليش عم تحمي الاخرين؟ يعني عمليا فشل المشروع. ليه صعب عليكم تقولوها؟ تركيبه لبنان باستمرار فئة مسلحة شريحة مسلحة وتنتهج النهج العنفي وتحتكم إلى السلاح من أجل إبداء إعلاء صوتها وإعلاء رأيها وتغليب رأيها وتغليب خياراتها ما بتحمي حدا. ما بتعتبر استاذ علي بس في فئة من الناس في فريق في فريق بالبلد عم بيقول إنه نحن ما رح نقبل بكل الأحوال بوسائلنا السلمية. خليني أروح معك بالغمق أكثر. يلا. عم نحكي عن 50% من اللبنانيين بفيما تتفضل به. نعم. ألا تعتبر أنه مش قليل 50%؟ كل هالناس اللي ظهرت وفي 50%. نعم. خلينا نحكي في طبعا ناس بالنص كمان. بس السؤال هال 50% يلي متمسكين وداعمين للخيار الرافض لطرح 14 أذار. ألا يعكس أنه المسألة أعمق من مجرد حزب سلطوي لديه تحالفات إقليمية لا يحاول أن يفرض وجهة نظره بالبلد؟ لا أولا يعكس سيطرة حزب الله
على مكون أساسي من مكونات اللبنانية بوسائله المعروفة اللي هي وسائل يعني يستخدم الدين، يستخدم الطائفة، يستخدم التخويف، يستخدم تخويف مش تخويف إنه إرهاب الناس، تخويفه من الآخر، تخويفه من السني، تخويفه من الدرزي، تخويفه من المسيحي. كنا بالأول موضوع كنا في عدو هو عدو إسرائيل، اليوم صار عنا الإرهاب والتكفير ومدري شو، وأيضا يربط نفسه بفريق إقليمي محارب ومقاتل. يعني حضرتك إذا بسحر ساحر ألغيت المسألة الإيرانية وتأثيرها على لبنان، بينتهي كل شيء بلبنان وتصبح الدنيا سمن وعسل؟ لا، بس إذا يعني إذا تغير في مشكلة بنيوية ميثاقية ولا لا؟ أنا بتقديري أنه إذا تغيرت خيارات حزب الله، وأنا أعتقد أنها لن تتغير لسبب واحد بسيط، لأنه حزب الله هناك فارق ما بين البنية التنظيمية وما بين جمهور حزب الله. جمهور حزب الله هو جمهور الشيعي اللبناني الذي يؤيد حزب الله، بينزل على انتخابات بيصوت له، بيدعوه على مظاهرة بينزل عليها، بأيدهم، عاطي تأييد بأوسع شرائحه. لكن البنية التنظيمية لحزب الله هي بنية أمنية عسكرية مخابراتية، لها علاقة ببنية تنظيمية موجودة بطهران. هذا منه تأييد لإيران. نعم، بس السؤال هذا منه هذا منه تماهي إنه والله أنا في عندي أنا يعني أجد نفسي في النموذج الإيراني، في نموذج شيعي بإيران. هذا موضوع له علاقة بالأمن وبالمخابرات. منك شايف أنه في معطى حرب إقليمية طائفيا، منك شايف أنه في أزمات تاريخية متوارثة خارج وداخل لبنان؟ أنا معك. منك شايف أنه يقدر حدا ياخد شريحة كبيرة من المسيحيين أيضا بهذا الخط؟ معناتها أنه بس هودي مضللين و14 أدار اليوم تحمل الرسالة الحقيقية؟ لا، ما حدا. أولا مين بيقول لك أنه هو يمتلك الحقيقة كاملة ويمتلك هذا بيكون هذا كلام عنصري أولا، وهذا كلام إلغائي للآخرين. ما حدا قال أنه الآخر هو إبليس والشيطان وأنت الملاك الطاهر، إنما القول بأنه يرتكبون خطأ عميق في حق لبنان. هني أصلا كل الطروحات التي يتقدم بها حزب الله عبر قياداته هي طروحات ذات بعد إقليمي وليس ذات بعد لبناني. بيقول لك نحن نقاتل في الإقليم، نحن جزء من جبهة ممانعة تقاتل هنا وهنا وهنا وهنا. حتى را بأدبياتنا، را بآخر اعتراضات، الاعتراض اللي طلع بالروبورتاج اللي هو عن الحوار، يعني كلام الأستاذ محمد رعد الذي يتحدث، أو كلام شيخ صفي الدين الذي يتحدث إقليميا، عم بيرد عليك بالإقليم، عم بيرد عليك أنه بموضوع أمريكا وإسرائيل والصهيونية ومواجهة التكفيريين، ما عم بيرد عليك بالصيغة اللبنانية. أنه يا خي الصيغة اللبنانية ما بتقدر تكمل هيك، ما بتقدر تكمل أنه عندك شريحة لبنانية مسلحة ومدججة بالسلاح وعندها مخابراتها وعم تشتغل أمن بالبلد، ومعظم اللبنانيين بما فيهم العونيين، أنا ما عم بحكي الجمهور العوني، معظم اللبنانيين عم بيقولوا نحن بدنا دولة، بدنا قانون، بدنا نحتكم للدستور اللبناني، بصرف النظر عن موقف المؤيد لحزب الله من قبل الجنرال العون وقيادة العونيين. لكن الجمهور العوني العادي شو بده؟ طيب بده شيء غيري وغيرك؟ طب ليه برأيك تعوني ولا لا برأيك أنت منفتح، أنت عوني 14 أنا بصنف حالي صحافي، بس خلينا نسألك. وأنا بصنف حالي صحافي. بس خليني أقول لك، بس خلينا نشيل المزح عن جنب. معظم اللبنانيين حتى جمهور حزب الله العادي وجمهوره غير المؤدلج واللي محقون عم تحقنه بكراهية الآخر وبالخوف من الآخر، وشو بده؟ كله مش مبرر؟ بده حياة عادية، بده حياة طبيعية، بده يبعث أولاده على المدارس، بده يروح يشتغل، بده يأمن، بده أنه والله بعد 20 سنة أولاده يقدروا يلاقوا شغل متعايش، يعيشوا بأمان، يعيشوا بقراهم أو يعيشوا بالمدن. شو بده؟ بده أنه والله
باسم الايديولوجيا اللي ما بتطعمي خبز بالنتيجه، واللي بتجيب جثث، بترد جثث وعشرات ومئات الجثث من سوريا، بده يقدر يروح والله على ابو ظبي يشتغل، مش يفوتوا بلعبه جمع مصاري وجمع تبرعات لحزب الله والشغل الامني بدول الخليج وشتائم لدول عم تقوي لبنانيين وعم تشغل نص مليون لبناني اذا مش اكثر. طيب شو عم تعطي انت للطائفه الشيعيه؟ عم تعطيهم حروب، بس حروب، مشاريع حروب. برغم ذلك بعدهم مؤيدين. ليش؟ برغم ذلك لانه حقن مستمر ما عم يتوقف، اللعب على وتر المذهبي والخوف من الاخر، الادلجه، السلاح، المال، البنيه الاجتماعيه الثقافيه اللي ماسكه طائفه مثل ما هي وربطتها مربطتها كلها سوا. دخلك ما كان بيقدر بالطرف الاخر شيل سعد الحريري اللي هو اهدافه مختلفه، ما كان. طب لو الطرف الاخر عند السنه، وانا ماني سني، بس الطرف الاخر مأدلج بالاطار المعاكس بنفس الوسائل داعشيا ونصرة وقاعديا والبدك إيه، شو كان صار بالبلد؟ بينفجر البلد بحرب 100 سنة. طيب كان في انتقاد للتمثيل الشيعي في 14 أدار وفي هذا المجلس بالتحديد. صحيح. طيب ما برأيك أنه مثل هذا الأمر يجعل إمكانية بدك تبلش من محل يا أستاذ أنطوان، بدك تبلش من محل. في عنا مشكلة داخل الطائفة الشيعية، داخل إمكانية استقطاب، وهذا يعود إلى عدة أسباب. يعود أحد الأسباب هو اللي رجعت حكيت عنه أنت، أنه تم التضحية للأسف بالمستقلين الشيعة أو بالقوة الثالثة، جزء منهم تعرفهم يعني زملائنا وأصدقائنا، تم التضحية فيه وقت الاتفاق الرباعي. الاتفاق الرباعي ما بدي ألعنه كله، يعني ما بدي أقول أنه الاتفاق الرباعي سيء للغاية وأنه هو كله سواد. الاتفاق الرباعي اللي مشوا بالاتفاق الرباعي منهم وليد جنبلاط، منهم سعد الحريري وآخرين، مشوا فيه لأنه كان يا بتمشي هيك يا ما بتعمل انتخابات، ما فيك تروح على انتخابات، بتعمل فراغ بالبلد، وما فيك أنك تظهر من الحكومة السورية الهوى، ولا فيك تظهر حتى من سيطرة مجلس نيابي معظمه كان تابع للوصاية السورية. انت ما بتنسى ولا انا بنسى مثلك انه 29 شخص واجهوا قرار التمديد من اصل 128 لائحة الشرف، بتتذكرها سوا، هول اللي واجهوا الوصاية السورية. وطبعا التركيبة التحالفية بين ثلاث أطراف اللي هن رفيق الحريري قبل ما قتل، وليد جنبلاط، وطبعا البطريرك الماروني، هون 14 أزار بالنتيجة، هذا اللي خلق 14 أزار. اللي بدي أقول لك إيه، نعم هناك نقص، ما بسميه خلال، في مشكلة بهذا الإطار. لماذا الكتائب بس بدك تنطلق من هون؟ لماذا الكتائب غير متحمسة لمضمون البيان؟ وهيدا صحيفة النهار اليوم ما قالت. الكتائب كان عندهم وجهة نظر، أصلاً امبارح يمكن قال سيستجعان يمكن هون ما هيك إيه، قالوا لي هون إنه كانوا بفضلوا. أنا ما بخالفوا الرأي بهالشي للأستاذ سجعان، كانوا بفضلوا إنه ما يطلع بيان ويطلع بس إشارة أنه اجتمعنا وقررنا إنشاء المجلس الوطني. أنا بتقدير البيان لم يضف شيئا. أهم هو الحدث، شو هو الحدث؟ هو المجلس الوطني مش البيان. البيان ما قال شيء جديد. البيان عبر عن وجهة نظرنا بعدة أمور، بيّن عن ثوابت معينة، عاد تكرار ثوابت معينة ما بتتغير لا بهالبيان ولا قبله ولا بعده. يعني البيان أسبوع الجاي رح يكون نفس الشيء، إنما كان لابد بهالمحطة أنه يكون في بيان لأنه هي محطة العشر سنوات. لكن الحدث الأساسي اللي هو مهم هو موضوع المجلس الوطني الذي يؤمل، وأنا ما عم بقول لك صارت، واللي الهدف منه انه مصالحه، اذا يمكن القول كلمه يمكن كبيره، ما بين الراي العام، راي عام 14 اذار المستقل
وقوى 14 أذار التي حملت المشعل طوال هذه السنوات، أصابت حيث أصابت، أخطأت حيث أخطأت، عجزت عن تحقيق نتائج حيث عجزت أيضا، لأنه في فرق بين الخطأ والعجز. مرات أنت تخطئ بس بيكون قادر تعمل شيء، مرات أنت ما بتقدر لأنه التركيبة ما بتسمح لك، الظرف ما بيسمح لك. خلينا نتوقف مع فاصل إعلاني، سؤال أخير بعد الفاصل، هل تتوقع قبل الفاصل ولا بعده؟ رح أسألك إياه هلا، جاوب بعد الفاصل. هل تتوقع نجاح فكرة المجلس الوطني شخصيا بعد الفاصل؟ طبعا. وأيضا نسألك كمان عن مشاركتك بلهيب بالمحكمة الدولية، نسألك أيضا عن تشكيك الطرف الشيعي باستمرارية الحوار، والسؤال الكبير حول موقف 14 أدار من تصريح جون كيري. كل هذه المسائل نطرحها بعد الفاصل مع الأستاذ علي حمادي، خليكم معنا. نتابع مشاهدي ام تي في هذا الحوار ضمن بيروت اليوم، ضيفنا مثل ما صرتوا عارفين الزميل الاستاذ علي حمادي. نعم استاذ علي، بشكل وجيز، هل تتوقع ان تنجح فكره المجلس الوطني وانت تعلم ما هي الاشياء المقلقه فيه للاحزاب؟ ما بقرب الغيب، لكن امل انه ينجح، وامل ان تصفو، آمل إذا كانوا الكل مشوا، يعني كل القوى الفاعلة ب 14 أذار مشت بهذا المشروع للآخر مثل ما عم بتقول، لازم ينجح 100%، لازم ينجح ولازم يتشكل خلال الصيف، لازم يكون تشكل أو قبل الصيف. حضرتك شو بتقول؟ مش يعني آمل واضحة، هل أنت كسياسي إعلامي مخضرم؟ أنا بعتقد والناس رح يسمعوك اليوم ورح يحسبوك بعد شهرين. أنا بعتقد رح يتشكل. هلا بعد التشكيل كيف سيكون الدور، كيف سيلعب الدور، فعلا ما بقدر أقول لك. من بعد التصاريح التي وكبت إنشاء المجلس حزب الله بلسان رئيس الكتلة الأستاذ محمد رعد وأيضا السيد هاشم صافي الدين، شككوا بإمكانية الحوار، متابعة الحوار. ايه عم بيقول محمد رعد انه بتقعدوا معنا وبتشتموا جوا وبتشتمونا برا، يعني بهذا المعنى. اولا منقله للاستاذ محمد رعد، مين قال لك انه نحن حتى لو قاعدين معك على الطاوله انه نحن موافقين على كل اعمالك؟ نحن ما قعدنا معك على الطاوله يا استاذ محمد رعد لنقول لك برافو عليك وعفارم عليك ونحن معك. نحن قعدنا من موقع الخصومي، وعدنا معك من موقع انه بدنا نحاول نشوف مثل ما تفضل وقال هو، حيث يمكن ان نحل بعض المسائل التي يمكن ان تحل، بنحاول نحلها لنسهل على اللبنانيين حياتهم اليوميه، لنمنع انه يكون في فراغ قد ما بنقدر، فراغ بالبلد على صعيد المؤسسات، لنمنع هذا النزيف وهذا الاهتراء، انه نخفف بهذا الاهتراء اللي واصل. بس ما حدا قال ولا مرة إنه الجلوس إلى الطاولة، وأنا من مؤيدي الحوار، المحاورة حزب الله بكل الأحوال، بالرغم من رأيي الشديد السلبية على سلوكيات حزب الله، أنا من مؤيدي هذا الحوار، بس ما حدا قال إنه هذا الحوار ما معناته إنه هناك خلاف. هل تتوقع الآن يريد يستبطن هذا الكلام مطلبا انه هدنه اعلاميه سياسيه، ممنوع حدا يفتح تمه؟ هل تتوقع ان لا مش يتعثر؟ ممنوع حدا يفتح تمه، ليش يعني بدنا؟ بس هل تتوقع ان يتعثر؟ لا ما بيتعثر، ليش يعني بيتعثر؟ بتحط هاي المواقف من ميلتكم ومن الميل الثاني باطار لزوم المعركه الاعلاميه؟ ليك للحزبيين لزوم، لا ما بقول، لانه بكل اللقاءات الحزبيه، خلينا نحكي باللقاءات الحزبيه داخل التيار المستقبل اللي هو حزب النتيجه، واللي هو بالنتيجه اذا في قرار راح الحزبيين راح يلتزموا فيه، ولا مره طلب قيل انه عليكم ان تصمتوا على افعال وعلى اعمال وعلى اخطاء حزب الله. بس بكل الاحوال شو هو المحاسبة لحزب الله؟ شو عم نقوله لحزب الله؟ عم نقول لحزب الله وينك اخذ البلد؟
وينك مخبص رايح على سوريا؟ شو شغلتك تروح تهذل انت بالعراق؟ شو شغل؟ ليش تكفيريين انت؟ شو انت التكفيريين انت؟ فيك انت رح توقف بوجهن؟ صرت حاطط 1200 قتيل وما رح تخلص وما رح تخلص. شو خلاصة؟ لن تنتهي. سوف تجر البلد وطائف الشيعية إلى دم لا نهاية له. والطائفة الشيعية بلبنان هي عبارة عن 1,000,000 إنسان، يعني هي طائفة صغيرة بالمعطى الإقليمي الكبير. شو عم تورطوا اللبنانيين؟ عم تورطوا اللبنانيين بشغلة مش ما لازم لبنان يتورط فيها. نحن نطالب حزب الله بتحييد لبنان، والأزمة متأتية، نحن منعرف والكل بيعرفه، المتأتية أنه حزب الله يمتلك سلاح ويستخدم سلاحه كرافعة لكي يفرض وجهة نظره بالبلد، يفرض غلبه بالبلد. ورغم ذلك نواجهه بالسياسة، نواجهه بالإعلام، نواجهه بالموقف، سلاح الموقف. قادر تحط حدود؟ شو عم نطلب منها؟ قادر تحط حواجز على الحدود اللبنانية تصبح الحدود غير قابلة لاختراق الأفكار والتأييد؟ قادر على الأقل أني أنزع مبرر التدخل، في مبرر إيصال النار السورية إلى لبنان، وقادر أني أمنع إذا صفيت النوايا، ولن تصفوا النوايا، أمنع محاولة توريط الجيش المنهجية في حرب، في الحرب السورية. هناك من يحاول أن يدفع الجيش إلى التورط. الجيش مهمته لبنان والدفاع عن الحدود اللبنانية، لكن هناك عمل منهجي لم يتوقف منذ بضعة أشهر، ما توقف، من أجل أن يصبح الجيش عبارة عن جزء من عمليات حزب الله والنظام السوري في جزء من الحدود مع سوريا، بين لبنان وسوريا. لا بتطلبوا من حزب الله عدم التدخل في سوريا أو عدم؟ نحن تدخلنا في السياسة ولا نتدخل في العسكر، هناك فرق كبير. بحسب خبرتك واطلاعك وثقافتك، وأنت أيضا تربيت ببيت بتعاطى السياسي بشكل مباشر، نعم، من 58 لليوم اللي صار له أنه يستغل الحدود، استغلها ولا ما استغلها؟ استغلت الحدود. كان عنا فرصة تاريخية بعد 2005 أنه فعلا نقدر نحيد لبنان. لو حطينا إيدنا بإيد حزب الله واشتغلنا على المعادلة اللبنانية الداخلية وحماية الداخل اللبناني والتأليف ما بين هذه المتناقضات من أجل لبنان مدني، كنا خلصنا لبنان. هذا لو بيقولوا الفرنسوي لو فيك ما بتطعمي. مزبوط. السؤال هلا شو رايح ب يعني جوهر شهادتك بأمام المحكمة الدولية ب 13 سنة رايح؟ نعم، منذ أن استدعيت إلى المحكمة ما عاد لي حق أني أحكي بمضمون شهادتي، ولذلك يعني ما بقدر فوت فيها لأنه هذه ضمن قوانين المحكمة. ولا جوهر بشكل ولا فعلا ما بمطلوب أن لا يتم الحديث لا من قريب ولا من بعيد ولا بالإشارات ولا حتى تصير هذه صراحة، يعني مش بإيدي، يعني أنا ما عندي مشكلة يعني صراحة. خلينا نتطرق إلى الموضوع أيضا ساخن جدا، هو الموقف من نظام الرئيس الأسد كري. وبتعرف أنه إجا بعد سلسلة لقاءات، نحكى عن زيارات من الكونغرس غير رسمية، وراح من البرلمان الفرنسي وراح. هل أنتم وصلتم إلى القناعة ذاتها أو الاقتناع ذاته بأنه نظام بشار هو نظام على الأقل بالمدى المنظور أثبت صلابته؟ طبعا نحن لا نوافق الأمريكيين، كنا شايفين، صلنا فترة شايفين وين رايحين الأمريكيين. هذا أولا. ثانيا لبل قبل الأولا هو أنه اليوم بعتقد بكون الذكرى، يعني امبارح كانت الذكرى السنوية الرابعة لانطلاق الثورة السورية، ونحن نعتبر أنه هذه ثورة مجيدة، ونحن نؤيدها ونؤيد مطالب الثوار بالرغم من كل العثرات وكل ما حصل فيما بعد. وثانيا تحية لروح كمال جملاط ب 16 أذار، اللي هو كمان من كبار الثوار ومن الذين قتلوا على يد النظام السوري. اللي بدي لك إياه أنه في خلاف كبير عربي أمريكي صلوا عدة أشهر، لبل صلوا حوالي 2 سنين مع إدارة الرئيس أوباما.
المأخذ على إدارة الرئيس أوباما هو أنها بمواقفها أطالت في عمر الأزمة السورية، بحيث وهذا باعتراف وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون في مذكراتها، وقالتها ليس فقط في مذكراتها إنما أيضا في مقابلات صحفية عدة، قالت بأنه عدم مبادرة الرئيس أوباما وقبوله بالضغط الجدي على النظام لإسقاط النظام والمساهمة في بناء نظام جديد يقوم على المعتدلين الذين كانوا أقوياء وكانوا العنصر الوحيد على الساحة وكانوا مدنيين ولم يكونوا محاربين، كان ممكن إسقاط النظام منذ السنة الأولى، لكن الرئيس أوباما أبى ورفض وبمواقفه بالرغم من كل المواقف العلنية التي أطلقها حمى هذا النظام وأبقى عليه. اليوم لا نوافق بأن النظام السوري يمكن أن يكون جزءا بناء في مستقبل سوريا لسبب واحد بسيط، ما بتقدر أنت تحكم سوريا ترجع لحكم سوريا بعد 300 ألف قتيل. ثانيا أنت حكم أقلية على أكثرية، لا تستطيع. تعرف نحن متغنى كتير، نحكي كتير احموا الأقليات والأقليات وإبادة الأقليات وضرب الأقليات. يا أخي شو عملت بالأكتريات؟ عم تندبح الأكتريات بسوريا، الأكترية تذبح. ليش ما حدا عم بيقول عم يحكي عنا شيء؟ أنا مع الحفاظ على الأقليات. أنا كدرزي وأعتبر حالي درزي عروبي وبالتالي لا أشعر بأنني أقلية، لكن إذا أخذت كطوائف في أقليات هون وهون وهون، مسيحيين وغير مسيحيين. طب الأكترية اللي عم تندبح ليش ما عم نحكي عنها؟ ليش ما بنبكي عليها؟ ليش ما بننتصر لها؟ ليش؟ ما بتعتبر لأنه غير مهدد؟ إنه بشار الأسد هو أكترية بالبلد؟ بشار الأسد عمليا هو عبارة عن نظام تغمي مافيوي تستند إلى حالة أقلوية طائفية صغيرة بالبلد بسوريا، عبارة عن طائفة العلوية وليس كل العلوية. طب ليه مفروض من رئيس الولايات المتحدة أن يقوم بأعمال في سوريا؟ لسبب واحد وبسيط، هو ما حدا طلب من الأمريكيين أن يقوموا بأعمال. بادر الأمريكيون منذ اللحظات الأولى، منذ الأيام الأولى لانطلاق الثورة في سوريا، بادروا إلى إعلان مواقف جدا ليس فقط داعمي، وذهبت أبعد من الآخرين وقالت أنه لم يعد هناك شرعية، وضعت رسمت خطوطا. شو المطلوب أكثر؟ أن يقاتل الجيش الأمريكي؟ لا لحظة، رسمت خطوطا الحمر على النظام في حال استخدامه الكيماوي والأسلحة الغير التقليدية، وتم الإطاحة بهذه الخطوط الحمر واستبدلت بخطوط خضر وبحلول. بالمحصلة يا أستاذ علي شو لازم يبعثوا جيش إذا الأسطول السادس؟ لا أبدا، منعوا شيء كوة عربية، منعوا حلفاؤنا العرب، وعم بقول لك يا بكل صراحة، ومنعوا حلفاء الثورة الأمريكيين. مين منعوا تحديدا؟ اللي مين كان بيع الجيش لكي يقاتل؟ سوريا ليست بحاجة إلى جيوش. سوريا كانت لما أوغل النظام السوري في قتل الناس وفي ذبح الناس، ودخل معه الإيرانيون وميليشيات الإيرانية بدعم من الروس، أصبح لزاما على الدول العربية مؤيدة للثورة أن تساعد هذه الثورة بما يتيسر، إما بالمال أما بالسلاح. شفتك عم بتلوم الأمريكيين. لا، الأمريكيين منعوا. يعني رح أعطيك مثلا. لما بعد ما صار 100,000 قتيل، انتبه، منعوا أنه ممنوع نسلم أسلحة مضادة للدبابات تتجاوز مداها يتجاوز 100 متر أو 150 متر. يعني بتسلح الفصائل الجيش الحر، وقتها ما كان في لا داعش ولا نصرة، كان جيش حر، كانوا عبارة عن 40-50 ألف عسكري، وكان لهم بنية تنظيمية طويلة عريضة. ما كنت تشوف طائرات سورية عم تسقط؟ ما كنت تشوف؟ أولا ما كنت تشوف طائرات عم تسقط. سقطوا الطائرات بشو سقطوا؟ كانوا عم بيبعتوا طائرات من الجيل الأول، مش من الجيل الثاني والثالث والرابع، ميك 15 وسخوي 17 ومدري شو. اللي بدي اقول لك ايه، منعوا من تسليح نوعي يمكن ان يعدل في موازين القوى، منعوا حتى ان يعطوا اسلحه لاستبدال الاسلحه التي يتم تدميرها، ولم يعطوا ذخيره بالقدر الكافي.
مدة سنتين كان الجيش الحر عم بيقاتل بالذخيرة اللي كان عم بيهرب فيها وبالذخيرة اللي كان عم يستولي عليها والأسلحة اللي كان عم يستولي عليها بالمعسكرات للمنشقين، كانوا عم بينشقوا مع أسلحتهم أو عم بيتم تسليم معسكرات. مرات بينشر الضباط مع العسكريين، مرات هني بينشقوا من بإرادتهم. هذا اللي صار يعني. بس حضرتك عم تركوا الناس يندبحوا مدة سنتين. طب ليش عم توجه بس اللوم للأمريكيين؟ لا، نحن عم نوجه اللوم للأمريكيين إنه كنا على خلاف معكم مدة عامين، نقلكم سلحوا سلحوا. وحتى هيلاري كلينتون اعترفت وقالت بالفم الملآن، قالت قلت لأوباما إذا لم ندعم الثورة والمعتدلين وما دعمناهم بها اليوم سوف يتم إبادتهم وسوف يحل محلهم المتطرفون، وهذا ما حصل. اندبحوا الناس وحل المتطرفون ونجحت الخطة بجعل أنه بشار بيقدم نفسه يا أنا يا داعش. أستاذ علي حمادي الكاتب والصحافي والسياسي، بس بكير ما خلصنا يعني، لو ترجع لنا بنمددها أكثر. ما بينمل منك يا أستاذ، شرفت، أهلا وسهلا فيك. شكرا. مشاهدي أب تي في، الشكر لكم للمتابعة، وتذكير أن بإمكانكم متابعة آخر الأخبار عبر صفحتنا MTV Lebanon News على تويتر، فيسبوك mtv.com.lb. إلى اللقاء.